معاكي أكثر يا آلاء، بس اسمحي لي آخذ معي عبر الهاتف تفضلي. الدكتورة سمرة القحطاني، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك. حياك الله دكتورة. حياكم الله أختي، أهلا وسهلا. حياكم الله. سمعنا أنه في كثير من السيدات ممكن يلجأوا للقطع المستعملة بحيث أنها هي توهم نفسها أنه هي مواكبة للناس اللي بتلبس الماركات وتكون متوازنة معاهم، بس أبغى أعرف إيش رأيك في هذا الهوس؟ أول شيء شاكرة لكم اهتمامكم بالموضوع، موضوع مرة مهم وجوهري في اللي هو الاستهلاك والتوعية بالاستهلاك عموما. نعم، حسب قدرة الأسرة، يعني يرجع في النهاية حسب قدرة الأسرة. صحيح. أنت عندك خيار، إما مثل ما ذكرت وكنت تناقشوا قبل قليل، يعني أنا أقدر أخذ القطعة وأجرها. في بعضهم عادة يكون الهوس غير طبيعي بسبب أنها تبغى تقلد إحدى المشهورات، وليس فقط أنها تتبع مثلا لها لويالتي أو علامة تجارية معينة. تصل فيها أحيانا أنها تأخذ قطعة مقلدة لإيهام الآخرين بأن هذه القطعة أصلية، وكل واحدة فيهم لها مشاكل لها أسبابها. لو أخذناها من منظور أكبر شوي، حنلاقي آخر إحصائية نزلت لهيئة الإحصاء للأسر من حيث السعودية في المملكة في المناطق الإدارية 13 كاملة، معدل إنفاق الأسرة أعلى في جميع المناطق الإدارية من دخلها. جميل. فهذا لوحده يعطيك زي الإنذار أو إنذار إنه فين قاعد تروح المصاريف؟ إذا أنا دخلي في المنطقة، مثلا عندك منطقة في الرياض متوسط الدخل 16,000 للأسرة السعودية ومصروفها 17,000. صحيح. من فين قاعدة، يعني فين قاعد تسد هالفراغ؟ حتلاقي الناس كثير بتستعين بقروض استهلاكية لسد الفراغ، سواء بطاقات ائتمانية أو قروض قصيرة الأجل. نعم. طب دكتورة سمر، كأمين عام لجمعية حماية المستهلك، إيش هي الأسباب اللي أنت بتلاحظيها؟ يعني مع أنه الدخل متوسط الدخل للأسرة السعودية 16,000، الأسرة بتصرف 17,000، إيش هي الأسباب اللي تجعلهم هذه الأسرة تصرف أكثر ما هي تبغى؟ بحكم يعني مكانتك الآن أمين عام لحماية المستهلك لجمعية حماية المستهلك، إيش هي الأسباب اللي أنت شايفتها وملاحظتها في المجتمع واستحدثت علينا؟ الجديد طبعا ما يخفى في جميع اماكن العالم، الاول كان الشخص يطلع من بيته يتسأل على اساس يشتري القطعه الفلانيه او يشوف وان كانت اصليه او مقلده. حاليا انت جالسه في بيتك تقدري تطلبي اي شيء من اي مكان في العالم، وهذا للاسف سهل عمليه الاستهلاك اللي هو التسوق الالكتروني. اصبحتي تشتري بضاعه كثيره وانت جالسه بضغط الزر، هذا واحد. صحيح. فاحساسك فعليا بالصرف يقل بالعمليات الدفع لانها اصبحت كلها الكترونيه. صحيح. في عمليات الشراء. او بحجم اشترياتك حتى. الخلل الاخر واللي احنا لاحظناه مؤخرا اللي هو الهوس متابعه المشاهير. وكمان فقر ثقافه الادخار. كل واحده فيهم تحاولي فيها من خلال جمعية من جميع الجهات المسؤولة كذلك أنك توعي المستهلكين بثقافة الادخار، الخلل أو الضرر، ومسؤولية كمان على المشاهير السوشيال ميديا عموما عندنا في السعودية وفي الخليج، لأن بعضهم يسوق هذه المنتجات من خارج المملكة، منطقة الخليج من تسوقين في السعودية. فهو التصحيح المستمر هذا احنا دائما نسوي حملات توعويه فيه. في سنه من السنوات العام الماضي جمعنا مشاهير السوشيال ميديا في ملتقانا في رمضان واعطيناهم عليهم امام المجتمع فيما يخص الاعلانات وخاصه الاعلانات المضلله والعقوبات، لان بعضهم ترى حتى المشاهير يجهل ان في عقوبات تلك الاعلانات وان كانت البضاعه اصليه، ان تم الادعاء أن لها مميزات أو شيء معين غير اللي موجود في على نفس البضاعة مشهور للمساءلة. يعني فيها أكثر من طريقة، ولا ننسى كذلك بسبب أن في أحد أهم المحاور أو في الرؤية 2030 نحن نزيد الادخار أو نسبة الادخار لدى الأسر. صحيح. السعودية، وفعليا تحدي ليس بالسهل. صحيح. دكتورة سمر، في بعض الدول ممكن يكون هذه جريمة ممكن يعاقب عليها، أنه مثلا يبيعون القطع المزيفة على أنها مثلا أصلية لكن بسعر مرة قليل، لهم أسبابهم ولهم تفسيراتهم بخصوص هذا الموضوع. لكن إحنا عندنا هنا في السعودية يعني يعتبر هذا مخالف
يعني اكيد انه مخالف، لكن هم يطلعون تصريحات، وهل يعني في اوراقهم الرسميه يقولون ان هذا محل القطع المزيفه او انهم يدعون انها اصليه؟ كيف السيستم، يعني ايش النظام اللي يتبعونه، وكيف يتم معاقبتهم؟ هي اكثر من محور. المحور الاول من يبيع في المحال المرخصه البعض من بضاعته التجاريه على اساس انها اصليه وتظهر انها مقلده. هنا انت على طول تقدر تجد من بلاغ وزاره التجاره عن طريق تطبيق بلاغ تجاري او عن طريق الرقم الموحد لهم. طبعا في عام 2018 الواحد وعمليه تقليد العلامات التجاريه كان في لدى وزاره التجاره 781 قضيه احالت منها النيابه العامه 187. فنرجع ناكد هنا من موضوع اوسع. يس في عقوبات ومجرم في السعوديه تقليد العلامات التجاريه، هذا احنا بنتكلم عن العقوبه اللي تقع على التاجر. الان انا كمستهلك لما اشتري هالبضاعه لا خضعت لا لابحاث ولا تطوير كما هو الحال في البضاعه، وان كنت في بدايه البرنامج كنت اتكلم عن تاجير البضاعه الاصليه وكذا، بس على الاقل ما فيها يمكن ضررها مالي وعسكري، ولكن لا يوجد لها ضرر صحي كما هو الحال في حال البضاعة المقلدة. القماش انت ما تعرفي ايش الاقمشة المستعملة من فين جاءت، كيف تخزينها، تخزينها، اشياء كثيرة في البضاعة المقلدة تضر الصحة. هذا من ناحية العقوبات. كذلك كيف انا اقدر احدها، فاحاول اني اقلل، قول للناس طيب انا كمستهلك كنت اشتري البضاعة على اساس انها اصلية وانغشيت ان عليها عرض وهمت ان سعرها رخيص لان عليها عرض في تصفيه. هناك متاجر الكترونيه تكون مسجله في منصه معروفه هي منصه المتاجر الالكترونيه لدى وزاره التجاره. هي اللي ننصح دائما فيها نسال المتجر الالكتروني صحيح انت مسجل عندك شهاده معروف اذا قال اي اشتري ليه؟ لان حتى لو وقع ضرر ما اقدر اخذ حقك او صح. ان يكون عندك سجل تجاري صح، لكن اني اشتري مثلا من باع متجولين، تجار شنطه، في اماكن مجهوله عن طريق الانترنت وما يكون معروف صاحب البضاعه صعب علي حتى انا بعدين اطالب بحقي، بضطر اني احوله على مركز الشرطه لان عمليه احتيال، فهنا مجرم. الان اذا تم القبض على احد من الاشخاص في عمليه احتيال بيكون معرض لعمليه سجل وغرامات ماليه حسب الجريمة. وطبعا إذا كان فيها شخص أجنبي بيكون في عملية بعد فترة السجن والغرامة بيكون فيها إبعاد، وكل ما تم تكرار الجريمة كل ما زادت عقوبتها. طبعا الحد الأقصى مليون، ممكن السنوات 3 سنوات أو ممكن تكون مع بعض، فالمبلغ ما هو بسيط ولا الفترة بسيطة. صح. وكل العقوبات هذه كل فترة وفترة بتزيد تصير غليظ اكثر. ان الموضوع ما هو سهل، انت تتكلمي عن ضرر حتى اقتصادي للدوله، وبعدين صراحه انت تدفع المبلغ ما بيمر غالبا عن طريق طيب. دكتوره بس خليني عشان نركز على نقطه معينه علشان اختم معاكي المكالمه، بس خلينا ناخذها بفائده اكبر وبمضمون اكبر. الان ايش الخطوات التبليغ اللي انا ممكن ابلغ عليه، وايش العقوبات؟ لو نوضح العقوبات مره ثانيه، وابا كمان الله يخليكي الخطوات اللي ممكن انا اعملها علشان ابلغ على حاجه ممكن تاذيني. طيب اذا انا بفوز ابدا، انت بتسمعي لو بلغات وزاره التجاره بلاغ تجاري تطبيق كذلك يستقبل اصور او اغطي البيانات كامله. هذا رقم واحد. اثنين اتاكد من اي، اذا انا بسوي عمليه، اذا انا لسه بسوي عمليه الشراء اتاكد اذا كان المتجر الالكتروني مسجل في منصه معروف او لديه سجل مدني، عفوا سجل تجاري. هذا بالنسبة لي أنا أقدر أحمي نفسي. إذا بالنسبة للعقوبات، العقوبة حسب نوع الجرائم أقصاها يصل إلى 1,000,000 ريال و3 سنوات سجن أحدهما أو كلاهما حسب الجريمة المرتكبة. طبعا التقليد في مراحل، في بعضهم يصل إلى حتى طباعة والدمغة يعني تدخل بتفاصيل كثيرة دكتورة. تزوير صحيح. فضح. جميل، يعطيك ألف عافية دكتورة، شكرا لك، شكرا لتواصلك معنا اليوم. ألا